إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدعايات الانتخابية خلال الانتخابات السابقة سمعت أحد المرشحين بيحكي مصطلح الفقير الفاشل، وبيعرف الفقير الفاشل بأنه الشخص اللي بيحسد الناس الأغنياء، وأنه اللي بتكون هو عامل هدم وعامل سلبي موجود بالمجتمع. الآن السؤال بنسأله بحلقة اليوم، هل عن جد الفقراء فاشلين؟ وهل عن جد الناس اللي معهم مصاري أو الأغنياء أذكياء أو ناجحين أو فيهم ميزات جينية أو ميزات خلقية أحسن من الفقراء؟ طبعا هذه الفكرة بتبناها العديد من المدارس النيو ليبرالية، النيو ليبراليزم. هاي المدارس الفكرية تعتقد أن الفقير نتيجة لقراراته الخاطئة، نتيجة لتركيبته الجسمانية صار فقير، وأن الغني صار غني نتيجة لمهاراته ولتفوق موجود في جيناته أو في تركيبه الجسماني. طيب بداية بدنا نحكي عن الأغنياء. في قائمة بالعالم اسمها قائمة فوربس، هاي القائمة بتحط أغنى ناس بالعالم. لو عملنا دراسة عن الناس الموجودين بهاي القائمة كان لقينا تقريبا 55% منهم ناس أغنياء نتيجة الثروات المتراكمة. كيف يعني؟ يعني ناس متورثين من أبهاتهم ومن جدودهم ثروات كبيرة، فبالتالي هم صاروا أغنياء لأنه أبهاتهم وجدودهم كانوا أغنياء. إذن حادث بيولوجي هو اللي خلاهم أغنياء. القائمة هاي نفسها كمان في 35% فيهم غير ال 55% ناس متجوزين نسوان متورثات، يعني نسوانهم متورثات ومعهم مصاري وهم صاروا جيزان للنسوان هذول، فبالتالي هم صاروا أغنياء لأنه نسائهم أغنياء. بيظل 10%، احنا حكينا 55% و35، بيظل 10% هذول الأغنياء ما كانوا متورثين ناس لهم ثروات متراكمة زي ما حكينا، ولكن الناس هذول أصلا ما كانوا فقراء قبل لا يدخلوا قائمة فوربس. يعني مثلا ناخذ مثال بيل جيتس. بيل جيتس طبعا أبوه وجده ما كانوا أغنياء كثير، بس جده كان نائب مدير بنك، أبوه كان محامي مشهور، وأمه كانت مديرة فرع بالبنك اللي جده هو نائب رئيس فيه. فبالتالي بيل جيتس ما كان عنده مشاكل مالية، صح عيلته ما كانوا من أغنياء العالم وما كان عندهم ثراء فاحش، ولكن ما كان في عنده مشاكل مالية أو مشاكل اقتصادية، وهي بالتالي وفرت له البيئة المناسبة حتى أنه يصير غني. الآن خلينا نحكي عن الفقراء. في بعض الحالات أنت بتلاقي مثلا واحد راتبه 200 ليرة أو راتبه 300 دينار بتلاقيه مشتري تليفون ب 1000 دينار، هذا قرار اقتصادي خاطئ. في بعض الحالات الفقراء عن جد بأخذوا قرارات اقتصادية خاطئة ما بتكون دقيقة وما بتتناسب مع وضعهم المالي. بس بدل من أنه التنمر على الفقراء أو أنك تقعد تحكي للفقراء ليش يعملوا زي هيك أو تقعد تشرح للفقراء شو لازم يعملوا، خلينا نحكي الآن ليش الفقراء بيسووا الحكي هذا. الفقراء بيسووا الحكي هذا لسببين. أول سبب الضغوط النفسية والضغوط الاقتصادية اللي بتصير على الشخص الفقير خلال حياته، طبعا هاي بسموها كرونيك ستريس، ضغوط نفسية مستمرة. الضغوط النفسية المستمرة اللي بتصير عليه خلال حياته هاي بتأثر على قراراته الاقتصادية. طبعا في كل الناس بيصير عليها ضغوط اقتصادية وكل الناس بيصير عليها مشاكل مالية، بس في فرق بين ناس وناس. يعني مثلا في ناس لما يكون عنده ضغط اقتصادي أو مشكلة مالية يمكن ما يروحش يسافر بالصيف، أو يمكن ما يشتريش سيارة جديدة، أو يمكن ما يبنيش دار ثانية. أما في ناس المشاكل الاقتصادية عنده لما تصيبه مشكلة اقتصادية يمكن ما يأكلش ليومين ثلاثة. فبالتالي تأثير الضغط النفسي الناجم عن المشاكل الاقتصادية بيأثر على الفقراء وبيأثر على قرارات الفقراء. طبعا الفقر مشكلة عالمية وكثير مصاري بتنصرف عشان انهم يحلوا مشكلة الفقر، ولكن معظم الجهود هاي بتفشل. ليش بتفشل؟ لانه الناس اللي بتيجي تحل مشكلة الفقر ناس بكون مثلا خريج جامعة جورج تاون او خريج جامعة اوكسفورد، فهذا الشخص ما بيعرف شو هو الفقر او ما جرب ايش الفقر وما بيعرف كيف الفقير بفكر. فبالتالي هو بيجي بده ينصح الفقير كيف لازم يتصرف. لا، الفقير الان لازم تعرف انت السبب ليش هو بتصرف بالطريقة هاي، وبالتالي انت تقدم حلول للفقير حتى انه يحل مشكلته. السبب الثاني اللي بيخلي الفقراء يتخذوا هيك القرارات الخاطئة هو عدم الثقة بالمستقبل. فالفقير الان ما في عنده اي ثقة بالمستقبل، لانه مثلا لو مسك مبلغ او صار عنده دخل معين بده يحاول انه يكون عنده instant gratification بسموها، انه متعة ذاتية او متعة لحظية، بحيث انه بقول لك خلاص خليني اعيش هالحياه اليوم. في عنا امثال كثير بقول لك اصرف ما بالجيب ياتيك ما بالغيب، تمام، خليني اصرف اليوم. طبعا هاي فكره خاطئه جدا، بس هو بقول لك خليني اعيش اليوم، بكره بتعرفش يمكن ارجع للجوع الاولاني. فبالتالي عمليات التفكير عند الفقراء نتيجه الظروف النفسيه والظروف الاقتصاديه اللي عاشوا فيها
قد تكون خاطئة لكن نتيجة ظروفهم. هذا الحكي لا يعني توبيخهم، هذا الحكي انك تحط لهم برامج حقيقية تتواءم مع تفكيرهم، تتواءم مع الفقراء كيف بيفكر. الفقير صار له مدة كبيرة قاعد بيعاني من مشكلة نفسية جراء نتيجة لمشكلته الاقتصادية، فبالتالي بدلا من توبيخه والتنمر عليه يجب ان نحط خطط تكون قادرة على حل مشكلة الفقر. إذا بدك تحل مشكلة الفقر لازم أول إشي تحط حلول منطقية. هاي الحلول إنك تقدم له فائدة لحظية على السريع، يعني إنه بدل ما تقنع شخص إنه التعليم لأبنائه قد يحسن مستقبلهم وقد إنه هو بالمستقبل يصير وضعه الاقتصادي كويس نتيجة إنه درس أبنائه، لا، أنت بدك الآن تدفع له مبلغ من المال حتى إنه يقدر يودع عياله على المدرسة. الفقير ما بده نصائح، ما بده تنمر، ما بده دورات أو رسائل بحثية حتى أنك تحل مشكلة الفقر، بده أمور على أرض الواقع تغير حياته بشكل مباشر وبالتالي تبني على هذا التغيير التغييرات اللي راح تصير على حياته. إضافة إلى ذلك، يعني الفقر ما عندهوش أي علاقة بالتركيبة الجينية أو بالتركيبة الخلقية للإنسان. كون الإنسان غني هذا لا يعني أنه متميز عن أي شخص آخر، كون الإنسان فقير لا يعني الانتقاص من قدراته أو الانتقاص من هويته الإنسانية. يعني حتى إحنا بالانتخابات الأخيرة صار في بعض عمليات شراء للأصوات، هذا الحكي صار يعني أكبر اعتداء على الفقراء هو تسليع الفقر. حتى الفقير صار له سلعة، مثلا الصوت هذا حق صوته هالقدي وهذا بدنا ندفع له مصاري عشان. الآن الفقر صار سلعة، صارت الناس تتعامل مع الفقير كسلعة تأخذ على صناديق الانتخابات ويصوت لها. فهذا الحكي تنمر على الفقراء. فمشكلة الفقر يجب أن يكون حلولها واقعية منطقية مدروسة من أبناء المجتمعات اللي كانت عايشة مع الفقراء، مش مع ناس جاية من برا بدها تقدم نظريات للفقراء كيف إنهم لازم يعيشوا. في عندنا بالأردن بعض المشاريع يعني بتقوم بها وزارة التخطيط مثل مشروع جيوب الفقر Book of Poverty 1-2-3. يعني هاي المشاريع على استحياء كانت تعطي نتائج ضعيفة، يمكن في لها إيجابياتها إلى سلبياتها. بعض مع الحلقات القادمة يمكن راح نحكي عنها وعن بعض المشاريع اللي بتصير بالأردن لمكافحة الفقر، بس بدنا نأكد عليه بحلقتنا اليوم، الفقير مش غبي، الفقير مش فاشل، وما في أي تميز بين أي إنسان أو أي آخر نتيجة الوضع المادي. شكرا لكم على المتابعة. إخوان الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدعايات الانتخابية خلال الانتخابات السابقة سمعت أحد المرشحين بيحكي مصطلح الفقير الفاشل، وبيعرف الفقير الفاشل بأنه الشخص اللي بيحسد الناس الأغنياء وأنه اللي بتكون هو عامل هدم وعامل سلبي موجود بالمجتمع. الآن اللي السؤال بنسأله بحلقة اليوم، هل عن جد الفقراء فاشلين؟ وهل عن جد الناس اللي معهم مصاري أو الأغنياء أذكياء أو ناجحين أو فيهم ميزات جينية أو ميزات خلقية أحسن من الفقراء؟ طبعاً هذه الفكرة بتبناها العديد من المدارس النيو ليبرالية، النيو ليبراليزم. هاي المدارس الفكرية